الشموع السوداء لما بطل الفيلم بيقع على السلم وبيتخبط في دماغه ونظره بيترد على البارد، بيبان الدوبلير اللي بيقع بداله. ناشونال تريجر، المعدية اللي هم راكبينها دي، بيشدوا الحبل ده علشان يعدوا الناحية التانية، بس بيبان الواير المستخبي اللي هو بيشدها في الحقيقة. منزل العائلة المسمومة، بيبان في المراية اللي قدام انعكاس المصور وهو بيتحرك. فاينل ديستنيشن الجزء الثاني، بتقع على البتاعه دي وبتبططه. المانيكان اللي بدأ الممثل باين ان شكلها متلخبط ودراعاتها طويله زياده عن اللزوم، وحتى الايد باين انها مفصوله وملزوقه بالعافيه. تتح، واللي بعت لي الخطا ده، بيبان انعكاس البوم مايك على الاساس بتاع العربيه. تتح، ايه المواعيد دي؟ تتح، ايه المواعيد دي؟ التوكيل اهو. ناشونال تريجر، السلم اللي هم عليه بينهار من تحت رجليهم، واحد منهم بيقع، فده بيخاف وبينط على حته تانيه. وهو بينط بيبان الواير اللي متعلق منه. سفاح النساء، واللي بعت لي الخطا ده، شوكار بتهدف على فؤاد المهندس المايه، فبتيجي على كتفه فبيبقى شكل المايه كده. انما اللقطه اللي من التلفزيون بيبان ان بقعه المايه مختلفه، وعلى كتفه اليمين بدل الشمال. لما بندق اكتر بنكتشف ان اللقطة مقلوبة، في الاغلب قلبوها علشان يبان اتجاه نظر فؤاد المهندس مناسب مع المكان اللي قاعدة فيه شويكار. رول هاوس، الفيلم الاصلي، البتاع اللي هو رايح يشتريها، الراجل هو بيجيبها له من الرفوف، بيبان ان في حد من جوه الرفوف بيتدعم. جواز في السر، سعيد صالح وهو راكب الاوتوبيس بيبقى في واحد وابنه قاعدين قدام. الولد الصغير بيبص على سعيد صالح، فالاب بيمسك راسه علشان ما يبصش عليه. القرار ده اللي ما اتجوزش لغايه دلوقتي من قله، احنا نشتكي ونطعم في القرار ده. الدادة دودي في اخر الفيلم سامح حسين هو المفروض بيعدي كوبري ستانلي، ففي عربيه بتخبطه. اول حاجه بيبان ان هو مش واقف قدام العربيه، لان العربيه بتدير نص التحتاني. تاني حاجه بيبان الشعر اللي محطوط فوق المانيكان وهو بيطير. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك، ولو دي اول مره ليك هنا ما تنساش تعمل سبسكرايب. شكرا للمشاهده.